انتقل بكم الى المستوى الثاني. المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. ساضرب لكم امثله من فتاوى مراجعكم الذين تقلدونهم. لن اذهب الى القدماء وانما ساحدثكم عن الخوئي الذي هو اساس المرجعيه المعاصره ولا زال مقلدو الخوئي يقلدونه وبالمناسبه كثيرون من مقلدي السيستاني لا يقلدون السيستاني يقلدون الخوئي عمليا لكنهم يقلدون السيستاني في مساله البقاء على تقليد الخوئي لانه لا يوجد بين الخوئيين من يعتقد ان السيستاني اعلم من الخوئي فكل مقلدي الخوئي الذين كانوا يعتقدون باعلميته بحسب هراء الحوزه الطوسيه بقوا على تقليده لأنه هو الأعلم لكن البقاء على تقليده تم بتقليد السيستاني في البقاء على تقليد الخوئي نبدأ من الخوئي هذا هو الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى ألف أربعمية وواحد وثلاثين هجري قمري دار الصديقة الشهيدة قم المقدسة هذا هو الجزء الثاني صفحة ثلاثمية واثنين واربعين رقم السؤال سبعمية واثنين وعشرين هذه الأسئلة وجهت إلى الخوء والكثير منها في آخر أيام حياته وأجاب عليها سؤال سبعمية واثنين وعشرين صفحة ثلاثمية واثنين وأربعين من الجزء الثاني من صراط النجاة وتوجد طبعة بعد هذه الطبعة فيها جزء ثالث المسألة ذكرت في الجزء الثالث برقم سبعمية والمسألة بعينها موجودة في الموقع الألكتروني الرسمي لمؤسسة الإمام الخوئي على الشبكة العنكبوتية على اي حال انا اقرا من الجزء الاول من الطبعة التي اشرت الى مواصفاتها ماذا جاء في السؤال؟ هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل اخر ومن المرأة لعورة اخرى؟ لمجرد اللعب والمزاح أيه لعب هذا رجل يلعب بعورة رجل آخر مع فرض عدم إثارة الشهوة واحد ما يحط بخته مع هذا الفرض واحد يحشيها عدله واحد يلعب بغراض الثاني ووحدة تلعب بغراض الثانية بس لله نحكيها عدل مع فرض عدم إثارة الشهوة آية الله العظمى أبو القاسم الخوي هكذا أجاب لا يحرم في الفرض بحسب المفروض في السؤال والله العالم والله مدللتكم المرجعية اشتردون بعد واحد هم يلعب بغراض الثاني أو وحدة تلعب بغراض الثانية وتونس وانسى لمجرد اللعب والمزاح بهذا الشرط مع فرض قطعا مع هذا الفرض مع فرض عدم إثارة الشهوة وعود إحنا نقبض من دبوش هو هذا دين العترة هذا دين العترة أم هذا دين العباسيين اللوطيين والسحاقيين العباسيون رجالهم لوطيون ونساؤهم سحاقيات كقوم لوط أقرأ السؤال مرة أخرى على حضراتكم أنتم أنتم الذين تقدسون المرجعية التي هي صمام الأمان هذا الصمام بيام كان موجودا ما أدري أنا قلوا لنا وين موجود هذا فوق جوة هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل اخر ومن المرأة لعورة اخرى لمجرد اللعب والمزاح قضية بريئة هناك براءة في الموضوع لماذا يا اخي تعقد الموضوع القضية كلها لعب ومزاح واحد يلعب بحوايج الثاني شكوا به او تلعب بغراض الثانيه شكوا بها ما بيجي لماذا هذا التعقيد يسر يسر يا اخي يسر الامر الدين يسير النبي صلى الله عليه واله يقول اليسير ما يسرتموه على انفسكم والعسير ما عسرتموه على انفسكم ان مع العسر يسرا يا اخي يسر يسر في الدين ولعب بغراض صاحبك وانت همي لعب بغراض صاحبتك ما بيشي هذا ما بيشي لمجرد اللعب والمزاح هذا هو دين العترة نحن نتحدث بأحاديث أهل البيت تستهزئون بنا ولد المدس ولد القنادر نتحدث بزياراتهم وأدعيتهم أولاد الكلب تستهزئون بنا وأنتم تصدرون هذه الفتاوى فتاوى ما السرسرية هذه فتاوى ما الهتلية السيستاني إن لم يكن قد كتب مثل هذه الفتوى فهو قد أقر مقلدي الخوئي على تقليدهم وان يعملوا بهذه الفتاوى فهذا افتاء بان هذه الفتوى جزء من الدين من قبل السيستاني ما هذا هو الذي حدث على ارض الواقع مقلد الخوئي بقوا على تقليد الخوئي باجازه من باجازه من السيستاني يعني أن السيستانية يقول هذه الفتاوى جزء من دينكم فاعملوا بها لو لم يكن كذلك لماذا لم يستثني هذه الفتوى وبالمناسبة الباقون كذلك هذه الفتوى لم تصدر من الخوء خلافا للمنهج الاستنباطي الطوسي هذه الفتوى لها جذورها الطوسية في منهج الاستنباط في حوزة النجف وكربلاء في حوزة الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية هذا هو الواقع وانا اتحدث في بث مباشر وهم يسمعونني لن يستطيعوا ان يردوا على كلامي لان الذي اقوله حقائق هذه فتوى الخوئي والسيستاني اقرها والباقون على نفس هذا المنهج والخوئي لم يفتي بهذه الفتوى خلافاً للمنهج الاستنباطي الذي عليه كل مراجع النجف وكربلاء وكذلك مراجع قم هذا هو المنهج نفسه فحتى الذين لم يسالوا هذا السؤال ولم يجيبوا هذا الجواب لو سئلوا فانهم سيجيبون بهذا الجواب الا اذا وجدوا فيه حرجا من قبل الناس عليهم لكن اذا ترك الامر اليهم فانهم يجيبون بمثل هذا الجواب لان المنهج الاستنباطي هو الذي يخرج هذه النتيجه وبامكانكم ان تتاكدوا من صحه كلامي من الذين يمتلكون خبره في هذا المجال على اي حال نحن والخوئي سؤال يطرح نفسه هنا من الذي سال هذا السؤال عوام الشيعة لا يسالون هذا السؤال لانهم لا يفكرون بهذا الامر. عوام الشيعة من متديني الشيعة لا يقومون بهذا الامر ولا يفكرون به حتى يسالوا المرجع. غير المتدينين لا يسالون هذه الاسئله. عوام الشيعة اما ان يكونوا متدينين أنا أقسم بالله وفي شهر رمضان أن عوام الشيعة لا يفعلون هذا بحسب ما أعرفه فأنا ابن هذا الواقع وبحسب تجربتي الطويلة في الجو الديني وبالممازجة والاختلاط مع عوام الشيعة ومن مختلف الطبقات عوام الشيعة من المتدينين لا يقومون بهذا الامر اصلا لا يخطر في بالهم ان يمد احدهم يده على عوره صديقه او قريبه كي يلعب بها هذا الامر لا يفعله صدقوني عوام الشيعه عوام الشيعه ضحايا عوام الشيعه مساكين لكن مشكلتهم مثل ما نقول في التعبير الشعبي العراقي ناصحهم وفاضحهم واحد حينما ننصحهم لا يقبلون لا يقبلون لقد سلبت عقولهم وسلبت ارادتهم ودمرت فطرتهم من قبل مراجع الضلال في النجف وكربلاء وحق الحسين عوام الشيعة الذين اعرفهم لا يفعلون هذا ولا يخطر في بالهم ولذا لن يسالوا هذا السؤال اتحدث عن المتدينين من عوام الشيعة اما غير المتدينين هل يوجهون اسئلة لمراجع الدين لا علاقة لهم بمراجع الدين هذا السؤال سؤال اخندي من نفس العمائم العمائم هم الذين يفعلون هذا حينما اقول العمائم انني اتحدث عن اصحابها عن اصحاب العمائم اذا اردتم ان تعرفوا خلفيه هذا السؤال من اين ينطلق من اين ياتي انا اقول لكم فانا الخبير بهذا انا اعرف الواقع الشيعي بتفاصيله هؤلاء الخوئيون السيستانيون سائر المعممين يتخذون من يوم التاسع من ربيع الاول يوما للعبث مع أن مراجعهم لا يعتقدون أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول، الخوئي لا يعتقد بهذا، السيستاني لا يعتقد بهذا، بقية المراجع لا يعتقدون بهذا، محمد باقر الصدر لا يعتقد بهذا هم يرفضون الرواية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه والتي رواها عن أمير المؤمنين في أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول ويتمسكون بما رواه الطبري المؤرخ السني الناصبي المعروف الذي توفي سنة 310 وعشرة للهجره في كتابه تاريخ الامم والملوك ذكر ان عمر بن الخطاب قتل في اواخر شهر ذي الحجه ولذا فان مراجع النجف وكربلاء يعتقدون ان عمر بن الخطاب قتل في اخر شهر ذي الحجه مثل ما يقول الطبري وبقيه المؤرخين من نواصب سقيفة بني ساعدة ويرفضون ما جاء عن أمير المؤمنين برواية إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه من أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول أضرب لكم مثالا هذا هو الجزء التاسع من أهم كتاب من كتب الخوئي التنقيح في شرح العروه الوثقه في الصفحه 331 وهو يتحدث عن الاغسال وما يرتبط بغسل يوم التاسع من ربيع الاول فيقول على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم يشير إلى مقتل عمر على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم يعني في اليوم التاسع من ربيع الأول وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التأريخ اثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجه فليلاحظ وان كان معروفا عند العوام من اين جاءت المعلومه للعوام؟ من الروايه الطويله المفصله عن امامنا الهادي والتي رواها عن امير المؤمنين حيث حدث امير المؤمنين حذيفه بن اليمان عن فضائل اليوم التاسع من شهر ربيع الاول من كل سنه من جمله ما ذكره من خصائص هذا اليوم ان عمر بن الخطاب قتل في هذا اليوم في اليوم التاسع من ربيع الاول ومن هنا فان العوام من الشيعه يعتقدون بهذا، اما المراجع فهم لا يعبؤون بما تقوله العتره. وانما يتمسكون بما اثبته الطبري الناصبي وغيره في كتب التاريخ. وهذا مثال واضح انا اقرا عليكم من كتاب التنقيح. في شرح العروة الوثقى للخوئي وهذا الجزء التاسع صفحة 331 على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التاريخ أثبت وقوعه أثبت وقوع مقتل عمر في السادس والعشرين من ذا الحج فهم لا يعتقدون بان عمر قد قتل في التاسع من ربيع الاول لكنهم لانهم سفله او سرسريه او هتليه او ساقطين يعقدون الاحتفالات ويفعلون فيها ما يفعلون على سبيل المثال هناك حي خاص بالخوئيين والسيستانيين في مدينة قم يعرف بمدينة العلم بني ايام الخوئي بناء حديثا وأُعطيت تلك البيوت للخوئيين وبعد ذلك حينما جاء السيستاني وكان على وفاق مع اولاد الخوئي اعطيت ايضا للسيستانيين في التاسع من ربيع الاول في كل سنه يقيمون الاحتفالات فرحا بمقتل عمر والسيستاني لا يعتقد بان عمر قد قتل في التاسع من ربيع الاول وكذلك الخوئي وكذلك المراجع الذين سبقوا الخوئي وكذلك محمد باقر الصدر وكذلك بقيه المراجع الموجودين الان لا يعتقدون في ان عمر قد قتل في اليوم التاسع من ربيع الاول لماذا لان الروايه عن الامام الهادي ضعيفه السند ويشكلون على متنها ايضا بينما ياخذون كلام الطبري من دون سند ومن دون ان يبحثوا في السند ياخذونه اخذ المسلمات هذا هو الذي اقوله لكم من انكم لستم على دين العتره ما عندكم من فقه من فتاوى من عقائد ما هي من دين العتره هؤلاء اخذوا دينهم من نواصب سقيفه بني ساعده لكنهم موهوا على دينهم الناصبي بشيء من ثقافه العتره الطاهره واخذوا الامور السطحيه التي تتفق مع الذي يقبله نواصب سقيفه بني ساعده هذه الحكايه لطالما اكررها عليكم هذه هي الحقيقه من الاخر فهؤلاء في احتفالاتهم هذه كبار المعممين هم لا يعتقدون بان عمر قد قتل في هذا اليوم لكنهم يريدون ان يفعلوا مفاسدهم عوام الشيعه تقبل ذلك فيعقدون مجالس خاصة في مدينة العلم لاصحاب العمائم من الخوئيين والسيستانيين ومن في اجوائهم يجعلون مكانا خاصا للنساء ومكانا خاصا للرجال والنساء مثل ما تقول الفتوى والرجال مثل ما تقول الفتوى يلعب بعضهم بأعضاء البعض الاخر هذا الكلام ما هو افتراء صدقوني في احد السنوات التي كنت فيها في مدينه قم جاءني في صبيحه اليوم الذي تلا يوم احتفالهم هل أقاموه في التاسع من ربيع الأول بعده بيوم قبله بيوم لا أتذكر لكنهم أقاموا احتفالا بهذه المناسبة هذا الشخص لا زال حيا وبإمكاني أن أتصل به وأن أطلب منه شهادة تسجيلا صوتيا وإن كنت لا أريد أن أحرجه كان موجودا في ذلك الاحتفال جاءت هدية جاءت هدية من المكان الذي تحتفل فيه النساء لم يكن المكان ملاصقا مكان النساء كان منفصلا لكن النساء بعثن بهدية ما هي هذه الهدية لمحفل الرجال كيكة كبيرة صنعت على هيئة فرج امراة على هيئة الفرج وهم أيضا بعثوا بهدية إلى محفل النساء بعثوا بكيكه كبيره على هيئه ذكر ذكر رجل وخصيتين انا لم اكن موجودا هناك لكن من كان موجودا هناك هو الذي حدثني بهذا الحديث وانا اثق بحديثه لو لم اكن واثقا من حديثه لما نقلته في هذا البث المباشر وفي شهر رمضان. في مثل هذه الاجواء تتم هذه الامور ولذا فان السؤال قد صيغ بصياغه اخنديه هل يجوز لمس العوره من وراء الثياب من الرجل لعوره رجل اخر من وراء الثياب ومن المراه لعوره اخرى هذه صيغ اخنديه لم يقل السؤال لعوره امراه اخرى لو كان كاتب السؤال من عوام الشيعه لكتب هكذا ومن المراه لعوره امراه اخرى ولكن السؤال جاء مكتوبا بهذه الصيغه ومن المراه لعوره اخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم اثاره الشهوه الخوئي هكذا اجاب لا يحرم في الفرض والله العالم بحسب ما فرض في السؤال فليس هناك من حرمة. بالله عليكم هذا هو دين العتره؟ هل كان الائمه يفعلون ذلك؟ هل كان اصحاب الائمه يفعلون ذلك؟ دين العتره من اين ناخذه؟ من ائمتنا عبر رواة الحديث، هل كان رواة الحديث يفعلون هذا؟ ام ان الائمه كانوا يفعلون هذا؟ من اين جئتم بهذا الدين؟ وأئمتنا يقولون لنا ما من شيء من أحكام الدين من شؤون الدين إلا وهو في الكتاب والسنة في حديث النبي والعترة الطاهرة في سنتهم الشريفة ما من شيء إلا وهو موجود في الكتاب والسنة اين هذا من الكتاب او من السنه منع الوالدين ناتي بالروايات تنكرونها ثم تاتوننا بهذه القذاره وتجعلونها دينا والخوئي يضيف هذه العباره والله العالم اي علم هذا من افتى بغير علم بغير علم من الكتاب أو من العترة أكبه الله على من خري في نار جهنم وهذا مصداق من مصادق الفتيا بغير علم السيستاني يؤيد هذا لأنه أقر مقلدي الخوئي على العمل بكل فتاوى الخوئي ميرزا إجواد التبريزي مرجع خوئي آخر أيضا يعلق مجيبا على هذا السؤال لأن هذا الكتاب صراط النجاة يشتمل على إجابات الخوئي وإجابات ميرزا جواد التبريزي الذي قالوا عنه بعد وفاة الخوئي بأنه هو الأعلم هسه احنا ما ندري يا هو الاعلى محمد الروحاني الاعلى علي الغروي اجواد التبريزي السيستاني البطيخ القنادر ما ندري ياهو الاعلى ياهو اللي يجي وقالوا هذا هو الاعلى وهم واحد اضرط من الثاني التبريزي أيضا يجيب على السؤال يا بي التبريزي هل يجوز لمس العورات التبريزي هكذا يقول يحرم مع الشهوة والتلذذ بس إذا ماكو شهوة ما بيجي يحرم مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة إذا يظهر أن اللعب بعورة الرجل يسبب مهانة له يكون محرما بس إذا هو راضي القاضي راضي وين أكو مهانة هم راضين واحد يلعب بغراض الثاني والنسوان هم راضية وحدة تلعب بغراض الثانية تلاحظون ان الفتوى عن الرجال والنساء بالضبط مثلما حدثتكم عن الذي يجري في مدينه العلم وفي غيرها مدينه العلم هذه مدينه الخوئيين والسيستانيين مدينه العلم تخر علم من كل مكان من كل صفحه من فوق ومن جوه وهذا هو العلم هذا هو العلم واحد يلعب بغراضه الثاني هذا شذوذ جنسي أو لا المستوى الثاني الشذوذ الجنسي في المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا قلت لكم تفلب بوجهي إذا ما أجيب لكم الوثائق ومن كتبهم لازال الحديث طويلا طويلا والله لافضح المذهب الطوسي فضيحه مجلجله فيما بين الشيعه والسنه فانا على علم الكثيرون من السنه يتابعون برنامجي هذا لافضح المذهب الطوسي في هذه الحلقات فضيحه مجلجله وما هذا الذي اتحدث عنه الا شيء بسيط بالقياس الى الفضائح القادمه هذا لا يعد بشيء الذي اتحدث عنه الان لا اتحدث عن الشذوذ الجنسي إنما أتحدث عن تفاصيل الشذوذ الجنسي وما بعده وما بعده سيجعلكم تنظرون إلى الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي لا قيمة له القبائح في المذهب الطوسي عظيمة وإني لأفضح المذهب في هذا البرنامج ما بين الشيعة والسنه ما بين المسيحيين وغيرهم لعل بعضا من الديخيين يلتفتون الى الحال الذي هم عليه نذهب الى فاصل اتعلمون ان جانبا من المزاح فيما بين طلاب الحوزة في النجف وكربلاء في مدارسهم الدينية التي يعيشون فيها ويبيتون فيها بمثابة الأقسام الداخلية في الجامعات والكليات أتعلمون أن جانبا من المزاح هو هذا قلت لكم قبل قليل عوام الشيعة لا يفعلون هذا ولا يسالون عن هذا لكن هذا يجري في المزاح فيما بين المعممين من طلاب الحوزة في النجف في المدارس الدينية لا اقول هذا الامر افتراضا ولا تحليلا انا جزء من هذا الواقع واعرف هذه التفاصيل بدقه ونحن في شهر رمضان انا لا اكذب عليكم هنا انا انقل لكم الحقائق الدقيقه لو لم تكن هذه المطالب حقائق دقيقه لما تفوهت بها ما حاجتي اليها؟ لست محتاجا لها لا انتفع منها شيئا بالعكس هذه ستجر علي الويلات حينما أفضح هؤلاء السفلة سيسعون بكل ما أوتوا لإيذائي إنني لا أنتفع شيئا من هذا إنما أريدكم أن تعرفوا الواقع وكيف ضحك على أجيالنا السابقة وعلى أسلافنا الماضية المذهب الطوسي عمره ألف عام منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وحينما ستكتمل الألف عام سيقيمون الاحتفالات بمناسبة مرور ألف عام على تأسيس حوزة السفاهة والسقوط الاخلاقي اتحدث عن حوزه النجف ولو لم تكن كذلك لماذا صارت مدينه النجف مدينه اللواط الاولى في العراق لماذا يا ايها العراقيون ويا ايها الشيعه بشكل خاص لماذا لا تسالون انفسكم هذا السؤال لماذا صارت مدينه النجف مدينه اللواط الاولى في العراق لماذا